بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning or good evening whenever you watch this video. How are you, my dears? I'm your English teacher, Samara Muhammad Ajwad. Today we have our lecture, Unit 5, Lesson 4. الموضوع, a birthday present. A birthday, عيد ميلاد. Present, هدية. الموضوع لدينا هو هدية عيد ميلاد. So, open your books please on page 50, student book, صفحة 50 من كتاب الطالب وصفحات 77 و79 إلى 79 من الactivity book. Activity book, الكتاب النشاط. عندنا تمارين صفحة 77, 78, 79. كتاب الطالب student book, a birthday present, هدية الميلاد. أول مطلب عندك match, صل أو وصل the pictures, الصور and the words, والكلمات which do you think are good birthday presents, التي تعتقد أنها سوف تكون هدية الميلاد جيدة. عندك كذا كلمة أو phrases, عبارات موجودة في البوكس الموجود في هذه الصفحة. عندك كلمة diary اللي هي يوميات مذكرات, bilingual dictionary كلمة أخذناها في الفصل الدراسي الأول, dictionary قاموس, bilingual اللي هو ثنائي اللغة, ثنائي اللغة. man's shirt قميص للرجال, music CD music موسيقى, CD هو القرص الليزري, computer game لعبة كمبيوتر, والموبايل فون اللي هو الفون التليفون تعرف, والموبايل اللي هو السيلولر اللي هو الخليوي اللي هو هذا. فأنتي المطلب الثاني listen to the Mustafa's family, اصغي إلى عائلة مصطفى talking about تتحدث عن this birthday present هذه الهدية الميلاد من مصطفى. Which of the items above أي هذه الـ items الفقرات above في الأعلى is not mentioned, not mentioned يعني معناتها لم تذكر. هذه المحادثة شنو الأشياء اللي لم تذكر في المحادثة. طبعا المطلب الأول أنا سويتك إياه قدامك اللي هو يقول وصل هذه الكلمات مع الصور, هي الدايري مع المذكرات, والميوزك شيرت مانس شيرت اللي هي القميص الرجالي, كمبيوتر جيم اللي هي الجويستيك, جوي ستيك جوي متعة أو يستمتع, والستيك اللي هو العصا, عصا اللعب. بلينجوال ديكشنري موجود هذا الكتاب, ميوزك سي دي اللي هو الأقراص الليزرية اللي هو ده يحددها بالميوزك يعني موسيقية, والموبايل فون اللي هو هذا التليفون اللي موجود قدامك وموصلة قدامك وتقدر بأنه تنقلها بالشكل المطلوب. طبعا عندنا listening بس صراحة أنا ما راح أدخل listening لأنه عندنا بعض الكلمات اللي راح أقول لك إياها مباشرة, فعلى مود يضيق الوقت على حقراها وبين المعاني. عندنا أمال أو أمل وياسمين يوسف, هذول الأشخاص اللي راح يتحدثون بها المحادثة بالإضافة لعدة أشخاص بعدين راح يتحدثون اللي هي الصور الأم. أمل أو أمال, مصطفى's birthday is next week, عيد ميلاد مصطفى الأسبوع القادم. Do you know what you are going to get him? Do you know, هل تعلم, what you are going to get him, ما الذي سوف تجلبه له. طيب عندك نانا أنا سويت لك إياها بال verb to be وال going to, وعندك نانا ال all double l اللي هو الإشارة إلى will. نيناتهم أخذناها في
الصفوف الدراسية السابقة اللي هي من الصف الثاني متوسط وراجعناها بالصف الثالث متوسط، ولسه حاليا رح يدرك إياها الصف الرابع، بالإضافة بأنه رح يبقيك إياها إلى الصفوف الآتية الحد السادس الإعدادي. I am going to and you I will اثنيناتهم للإشارة إلى المستقبل، اثنيناتهم صيغ للإشارة إلى المستقبل. واحدة من عندهم اللي هي لاستخدام الول اللي هي تستخدم لعدة إشارات، من ضمنها بأنه الـ immediately decision. شنو immediately decision؟ يعني القرار المباشر، يعني أنا هسه قررت أسوي هاي الشغلة فأستخدم الول. بينما الشغلة اللي planned شنو planned؟ يعني جاي من مخطط لها، فأستخدم الـ going to. أذكركم فتشي لاخ من الصف الثاني المتوسط كان عندنا إنشاء بخصوص الـ future career اللي هي الوظيفة المستقبلية، فكنت تستخدم I am going to be a doctor، يعني قصد فأنه أني مخططة أخطط بأن أكون في المستقبل دكتور طبيب. فنيناتهم للإشارة إلى المستقبل، واحدة من عندهم اللي هي الـ going to تستخدم للأشياء المخطط لها، والثانية لعدة استخدامات من ضمنها الـ immediate decision اللي هي القرار المباشر القرار الفجائي. طيب نكمل المحادثة. قول ياسمين No I don't أمال، أنا ما عندي فكرة. What about you يوسف، ماذا عنك يا يوسف؟ يوسف يجاوب Oh I am not sure yet، أنا لست متأكدا لحد هذه اللحظة. يت أخذناها من الدروس السابقة، لحد هذه اللحظة أنا ما متأكد مش أشتري لا ما أعرف. Maybe ربما I'll get him سوف أشتري له some CDs بعض الأقراص الليزرية. There is a fantastic new CD by his favorite group. هنالك a new fantastic CD يعني أقراص ليزرية رائعة لتعود المن لي favorite group his favorite group الجروب الجماعة أو المجموعة المفضلة له. Then he will not لذلك سوف لن، هاي ال will not want تنقري want الاختصار مال will زائد not. Then he will not borrow mine all the time، يعني لأجل هالشي هذا أنا إذا أشتري لهاي السيديات هو ما راح يستعير الخاصة لي mine all the time كل الوقت، هو كان يستعير السيديات مال أخوه، فأخوش يريد يشتري لها السيديات على مود بعد ما يستعير من عنده الخاصة بي. أمان Oh yes he'd like هاي الاختصار مال would، he'd like that سوف تعجبه هذه الفكرة. Maybe you should get him a diary، ممكن بأنه أنت should صيغة استخدمها للنصيحة للتقديم النصيحة. Maybe you should get him a diary ياسمين، ممكن بأنه أنت تشتري له مفكرة أو مذكرات على مود يكتب المذكرات مالته. He will need one سوف يحتاج إلى واحدة منها at university في الجامعة next year السنة المقبلة. He is so forgetful هو كلش ينسى forgetful نساي. ياسمين a diary that's a terrible idea مفكرة مذكرة هذه terrible مريع فظيع شنيع idea فكرة هذه فكرة يعني غير محبذ لها. It is so boring إنها جدا مملة. I want to get him something that's fun
أريد أن أشتري له شيء يعني يجلب المتعة الفرحة. يوسف: Well, you could get him a computer game. ممكن بأنه أنت تشتري له الكمبيوتر جيم باعتبار بأنه هي فن كمبيوتر جيم. ياسمين: That's not a bad idea. هذه ليست بالفكرة يعني غير جيدة، إذا هي جيدة. He said the one you lent him, اللعبة اللي أنت أعطته له lent him last week was too easy. كانت جدا سهلة. يوسف: He did. يعني ما مصدق. هاي too easy. He did. فعل هذا. That's amazing. هذا مذهل. I haven't won that game once. هذه اللعبة لم أقم بالفوز بها لمرة واحدة. يعني ولا مرة أني فايز بهاي اللعبة. أمان: What are you and dad? يعني معناتها بأنه dad and mom. What are you and dad going to get him, mom? ماذا سوف تشترين له أنت وأبي؟ Mother, الأم: I think we will buy him a mobile phone this year. أعتقد بأننا رح نشتري له mobile phone هذه السنة. He will not. سوف لن. He will not be at home as much. سوف لن يكون بالقدر الكافي في البيت. And he will want, سوف يحتاج to stay in touch. نحن نحتاج بأنه نكون هنا على اتصال. Stay in touch على تواصل. يعني لازم أني أخابره أتصل به في هذا الموبايل فون. يوسف: Wow. He will be thrilled. I'd like one too. Thrilled بمعنى so happy, so pleasant. يعني مسرور جدا. I'd like one too. أريد واحدا أيضا. I hope you will buy me one for my birthday. I hope. I hope. أتمنى أو آمل. You will buy me. سوف تشترين لي واحدا for my birthday. لعيد ميلادي الآتي. Mother, you don't need one yet, Yusuf. أنت لا تحتاج له في هذه اللحظة. You don't need one. I'll buy you one. سوف أشتري لك واحدا. When you go to the university. عندما تذهب إلى الجامعة. I'll buy. أمال, I still don't know what to get him. أنا لحد هذه اللحظة لا أعرف ماذا أشتري له. Mother, he will want some new clothes when classes start. سوف يحتاج. He'll want. سوف يحتاج some new clothes. بعض الملابس الجديدة. When classes start. عندما تبدأ الدروس أو الصفوف. أمال. Not very exciting, but useful. هذه ليست فكرة جدا مثيرة ولكنها مفيدة. Useful. I'll get him a new shirt. I'll get him a new shirt. سوف أشتري له new shirt. قميص جديد. طبعا من المحادثة اللي سبقت كل الأفعال أو أغلبها مستخدمة للفعل المستقبل. مستخدمة للفعل المستقبل. يقول: Study the language box and find example in the conversation. وجد بعض الأمثلة الموجودة في الconversation المحادثة اللي سويناها. Now do exercise B to E in the activity book. افعل التمارين الموجودة في الactivity book من تمرين ال B إلى تمرين ال E. طبعا اكو تمرين ثاني اللي هو الاكسرسايز اي. احنا المفروض بانه هذا اللي انا سويت لك اياها هسه راح نحلها يمين مباشره. يقول بانه now do exercise 8 in the activity book. يريد بانه شنو الاشياء اللي موجوده ومذكوره في هذه المحادثه لاجل ماذا.
يعني كل واحدة إلها سبب. طيب نشوف هذا البوكس على ما نغلق السجل ونفك. Future simple، المستقبل البسيط. هنا أنا كتبت لك will، الاختصار مالتها فارزة ودبل L مع الضمير الموجود أو الاسم الموجود ويا فارزة مع دبل L. will not، الاختصار مالتها won't هذا الشكل بالO won't. يقول use will أو will not زاد infinitive مع المصدر مع الجذر. To say، لتقول what you think or hope will happen، للقول عن شيء تعتقد أو تأمله will happen سوف يحدث، يعني للمستقبل، الإشارة من المستقبل. To make a promise، أن تفعل وعد اللي أخذناه بالدروس السابقة. To say what you have just decided to do، يعني هذا اللي قلت لك عليه immediate decision اللي هو القرار الفجائي أو القرار المباشر باللحظة. To say what you have just decided to do. طيب ننتقل إلى الأكتيفيتي بوك عشان نسوي التمارين. عندك صفحة 77 من كتاب النشاط Exercise A. يقول listen to the conversation again. What do the family think of these things as birthday present for Mustafa? يقول أول واحدة CD قال عليها good idea. A good idea. Diary قالوا عليها بالconversation it's a bad idea. Terrible idea. It's so boring. Computer game quite a good idea. نوعا ما جيدة هذه الفكرة. A mobile phone a fantastic idea. A shirt not exciting. ليست مثيرة but useful ولكنها مفيدة. Exercise B اللي هو القواعد الـ Exercise B. Complete the sentences with will or will not. زاد infinitive اللي هو المصدر of the verb in the bracket. طيب رح أرجع مرة ثانية إلى الصفحات اللي أنا سويتها على مود أبين لك شنو الموضوع، لأنه هذا عندك باستخدامات الـ question باستخدامات النفي، فنرجع له. عندك الـ simple future صفحة 97 من كتاب الطالب بالصفحات الأخيرة بها توضيح. شو يقول بها؟ يقول not use will and will not إذا في حالة الأفرماتيف المثبت أو النيجاتيف المنفي زائد infinitive والمصدر الجذر مرتك البيز زائد complement اللي هو تكملة الجملة. To say للقول what you think and hope will happen، ماذا سوف تعتقد أو تأمل أنه سوف يحدث، سوف يحدث بالمستقبل. To make a promise لفعل وعد، لقول وعد ما. الثالثة C to say what you have just decided to do. نأخذ عليها أمثلة الأفرماتيف المثبت، الإكزامبل مالتها الأي اللي هي what you hope or think will happen. قول my favorite team فريق المفضل will win next match. will win next match. next match للدلالة همينة على المستقبل. will سوف. win هذا الفعل المصدر مجرد للفعل win. win يفوز. will win next match. الثاني to make a promise I will call you tomorrow. سوف أتصل بك غدا، هذا نوع من أنواع الوعد. C to say what you have just decided to do، ما تقول الشيء الذي قررته للتو. I will buy the tickets، خلاص قررت بأنه أنا أشتري التيكت، I'll buy it. عندي النيجاتيف المنفي يقول she will not أو won't do this again، سوف لن تفعل هذه الفعل مرة أخرى. أنا كتبت لك will not بالصيغة الغير مختصرة وال will want الصيغة المختصرة، نيناتهم صحيحة بس لازم تميز بأنه عندك فعل want w-a-n-t هذاك بمعنى يريد، هذه هنا لا، هنا w-o-n-t
طيب عندي صيغة السؤال، أقدم الفعل ماتي اللي هو الفعل المودل فيرب اللي هو بس الإشارة للمستقبل، will زائد الفاعل بعدين الفعل دي tickets مفعول به وإشارة علامة السؤال الأخير. Will you buy the tickets? Will you buy the tickets? هل سوف تشتري التذاكر؟ قدمنا الفعل المساعد اللي هو واحدة من أفعال الناقص المودل فيرب، بعدين الفاعل، بعدين الفعل الأصلي، بعدين the tickets المفعول به وعلامة السؤال ما أنساه. نرجع إلى الأكتيفيتي بوك. يقول أول فقرة I think فرح will pass. Pass يعني يعبر يجتاز her exam. She has been studying a lot. أنا كتبت لك prediction. شنو يعني prediction؟ prediction يعني توقع. توقع. توقع ماذا سيحدث في المستقبل. تنبؤ. توقع. ليش توقع أو تنبؤ؟ لأنه عندك هنا جملة she has been studying a lot. She has been studying a lot. فاستخدمنا will زائد pass. Will pass. Pass فعل الجدر. Will زائد pass. Don't wait for us. Don't wait for us. لا تنتظرنا. We will not be back in time for dinner. سوف لن نكون في الوقت المحدد للعشاء. كتبت لك إياها في حالة الكتابة الكاملة والاختصار. Will not be أو won't be. نانا عندك سؤال. Will you help me with my homework? Will you help me with my homework? قدمنا models will بعدين الفعل بعدين الفعل زائد بقية السؤال وعلامة السؤال. I think that was the doorbell. Doorbell, bell, الجرس, door, باب, جرس الباب. I will answer it. سوف أجيبه. سوف أفتح الباب. يا أما بالاختصار double L يا أما تكتب الكلمة كاملة. I hope Dad will be back in time for my birthday. I hope. آمل ذلك. They will never forget this wonderful holiday. سوف لن ينسون هذا الholiday. Wonderful holiday. Wonderful. كلمة رائعة. رائعة. جميلة جدا. Holiday الأربعاء. I will have وبصيغتها المختصرة I'll have a cup of tea, please. The neighbors الجيران will complain if you leave your car here. Complain يشتكون. Complain يشتكي. كمان الاكسرسايز بي هسه الاكسرسايز سي. عندك هنا عبارة عن listening. يقول بأنه we usually use contracted forms when we are speaking. Listen to the sentences and repeat them. Repeat them. شنو repeat them؟ يعني عيدها. We won't be back. Won't get like will not. معناتها will not. We won't be back in time for dinner. I'll answer it. I'll answer it. I hope Dad'll be back in time for my birthday. They'll never forget this wonderful holiday. I'll have a cup of tea, please. عندك هنا المختصرات اللي هنا مثلا عفوا كلمة want توحي بأنه هي فعل الفعل want W-A-N-T ولكنها غير ذلك، هي الاختصار مال will زائد not. I'll dad'll they'll I'll هذا اللي هو أشدد عليها شلون اللفظ مالتها. Exercise D قبل الأخير. Look back at the student book, page 50. And what adjectives are used? شنو الأدجكتيفز؟ شنو الأدجكتيفز الصفات المستخدمة
are used to describe these things. عندي كلمة هنا fantastic أو very good. يوسف wants to buy a fantastic CD. ياسمين thinks a diary, اليوميات, is terrible idea or boring idea. يوسف thinks it is amazing or very surprising that Mustafa said the game was too easy. يعني كان متفاجئا very surprising كان متفاجئا بأنه يقول أخوه كانت اللعبة مالته جدا سهلة بينما هو ما فايزها ولا مرة. يوسف says Mustafa will be thrilled, very happy, very pleasant. كلش فرح سعيد جدا to get a mobile phone. And in exercise E, write one sentences about something you think is amazing. تعتقد إنه شيء مذهل. One about something you think is terrible. شيء عن يعني الجملة الثانية عن شيء تقول له terrible مريع فظيع ما حلو. And one about something you think is fantastic. وشيء ما الجملة الثالثة لأنه عندك three sentences about amazing عن شيء مذهل عن شيء فظيع والشيء الآخر fantastic جميل جدا. For example, كمثال. For example, كمثال. I think hummingbirds are amazing because they can fly backwards. Hummingbirds, هقول الطيور. Hummingbirds اللي هي الطيور الفنانة. سموها فنان. Are amazing, مذهلة, حلوة, جميلة جدا. Because, بسبب. They can fly, تستطيع الطيران, backwards, إلى الخلف. الجملة اللي فاتك إياها واللي أنت المفروض تكتب جملتين بعد من هذا الموضوع. كتبت لك I think you are amazing students. أعتقد إنكم طلاب مذهلين. Because, بسبب, you always do your best. أنتم دائما تفعلون الأفضل أفضل ما لديكم your best to pass the exam في اجتياز الامتحانات and I hope that okay my dears in this lesson هذا الطير الفنان طير الطنان سمي بالطنان لأجل الرفرفة مالته الطن بحيث هالكلمة سريعة الطن بالإضافة إلى أنه صغير جدا أصغر أنواع الطيور أصغر أنواع الطيور فهذا هو طير الطنان كانت معكم مدرسة المادة اللغة الإنجليزية your teacher سمارة محمد جواد thank you for watching I love you all bye bye